مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية ويشدد على مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق. وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أن واشنطن تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكرياً. رئيسة تايوان تؤكد أن جيشها على أهبة الاستعداد للدفاع عن بلادها، والجيش الصيني يكمل مهامه حول تايوان. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بإيلاء أهمية خاصة لاحتياجات المصنعين من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارات والجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأزمة على مختلف الأصعدة، حيث أشار إلى مواصلة تجديد الحملات الرقابية على الأسواق لمنع أي ممارسات غير منضبطة تؤثر على الأسعار. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية تم العمل وفق خطة تتضمن أكثر من محور للعمل على تنويع وزيادة منشئ الأقماح، حيث يتوفر احتياطي من محصول القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة تتجاوز 7 أشهر. كما تطرق الاجتماع إلى حدوث طفرة غير مسبوقة في إجمالية الصادرات الزراعية خلال عام 2021، لتبلغ نحو 3 مليارات دولار بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع عرضت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رندا المنشاوي تقريرا حول متابعة سير العمل في تنفيذ المشروعات، سواء ما يتعلق باستكمال تنفيذ المباني الحكومية ومنظومة رقمنة الوثائق الحكومية والأعمال الخاصة بالمرافق والإنشاءات وشبكات البنية التحتية، وفيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الحي الحكومية، تمهيدا لانتقال الوزارات بصورة دائمة للعمل هناك. أوضحت مساعد أول رئيس الوزراء أنه يتم حاليا الاستلام الابتدائي للوزارات والجهات بالحي الحكومية، وذلك مع التشغيل الجزئي للخدمات ل 33 وزارة وجهة. كما تم الانتهاء من شبكات المرافق والربط بالحي الحكومية واختبارها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف من خلال التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تسخر بها مصر دفع معدلات النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع وزيري الكهرباء والبترول وعدد من المسؤولين. وخلال الاجتماع تم استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطني لمناطق وجود الذهب والعناصر المشعة. كما تطرق الاجتماع لجهود تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والعلمية والتقنية والخبرات لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وهيئة المواد النووية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكلف رئيس الوزراء بسرعة تسليم هيئة المواد النووية مخرجات المسح الجوي لمساحات من الأراضي إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للعمل على الاستفادة منها وتحليل البيانات وإعداد تقارير خاصة باحتمالات تمركز المعادن في الأماكن التي تم مسحها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستفادة المثلى من موارد مصر الطبيعية ومن بينها الرمال البيضاء والكوارتز، وذلك عبر تعظيم القيمة المضافة لهذه الخامات. ولفت مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار توجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار في خامات الكوارتز والرمال البيضاء، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما تطرق الاجتماع إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لوزارة البترول بدراسة آليات تحفيز القطاع الخاص وتقديم حوافز للاستثمار في مجال إنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء. هذا وتعد الرمال البيضاء المادة الخام لعنصر السيليكون عصب التطور التكنولوجي والخام الرئيسي في صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية. وجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب. وخلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين أشار مدبولي إلى أن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها. وفي سياق آخر كلف رئيس الوزراء المحافظين ببدء العمل بالمبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة من خلال القيام بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة. كما وجه رئيس الوزراء بأن تقوم كل محافظة بتبني فكرة إنشاء حديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بهذه المدن والمناطق. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائع الندوة الرئيسية لهيئة التدريب للقوات المسلحة بعنوان دور العلم والتكنولوجيا في الحروب الحديثة. وتأتي تلك الندوة في إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة المستمرة لكافة الأنشطة العلمية والبحثية التي تتم بكافة هيئات وإدارات القوات المسلحة. وتضمنت الندوة جلستين علميتين تناولت عددا من الموضوعات في مجالات حرب المعلومات والهجمات السيبرانية وأنظمة الطائرات المواجهة بدون طيار بواسطة عدد من الخبراء والمحللين الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات والمختصين من القوات المسلحة. وخلصت الندوة إلى ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل والمستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ودورهما في المعارك الحديثة، فضلا عن الاستفادة من دراسات الخبراء في مجال الطائرات الموجهة بدون طيار ارتباطا بتنامي التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الأنظمة العسكرية عالميا وحشد الطاقات لمجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري. تنظم أكاديمية الشرطة دورات تدريبية ل 133 متدربا من الدول الأفريقية بعدد من المجالات الأمنية. يأتي ذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. برامج تدريبية وتعليمية متطورة يتلقاها الكوادر الأمنية الأفريقية داخل المنشآت التدريبية والتعليمية الأمنية المصرية في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم القدرات الأمنية للأشقاء الأفارقة لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبهم. من هذا المنطلق استضاف مركز بحوث الشرطة 133 كادراً أمنياً أفريقياً تلقوا برامج تدريبية في مختلف مجالات العمل الأمني مواكبة لأحدث المستجدات. الدورات التدريبية جاءت بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة لدعم قدراتهم الأمنية بأسلوب علمي متطور على يد نخبة من الخبراء والمختصين في كافة المجالات الأمنية عملياً ونظرياً. We've been having classes on how to look out for traces, how to fix traces from the scene, and how to look out for contact at the crime scene. We've also been taken to the labs to get a first-hand experience of how to examine these traces collected at the scenes. اكتسبنا مزيد من المهارات، مزيد من العلوم، مزيد من المعرفة المتطورة والمتقدمة التي تؤهلنا أن نكون سفراء لكم إن شاء الله عند عودتنا إلى ديارنا. Le laboratoire scientifique avec les différents experts, j'ai été également impressionné par le haut niveau de préparation de ces experts. المتدربون من الكوادر الأمنية الأفريقية
أثنوا على البرامج التدريبية الأمنية المصرية وعلى المدربين ومهاراتهم واحترافيتهم، مؤكدين على دور تلك البرامج في رفع كفاءتهم الأمنية التي تسهم في تحقيق الأمن في بلدانهم. Je suis satisfait de l'opportunité de participer à ce stage qui m'a permis d'acquérir des connaissances nouvelles en ce qui concerne la détection et la manipulation des explosifs. À cela, cette formation nous a été bénéfique. Elle nous a permis d'acquérir les capacités et les connaissances en matière des engins explosifs improvisés, notamment la manipulation, la détection et la destruction de ces engins explosive improvisé. The knowledge acquired here will be distributed to my Mauritian comrades, and this course will help us in my career. Different skills, different tactics in weapon training, tactics, and so on, many disciplines. We have learned how to handle the weapon with care, fight in a built-up area, fight in an open area. They are professionals in their own fields. And we must appreciate what they are doing, and we thank them sincerely. So I would like to use this medium to thank the Egyptian government for organizing this in collaboration with the Egypt Police Academy. عقب انتهاء الدورات التدريبية، أقيمت احتفالية للكوادر الأمنية الأفريقية بمناسبة تخريجهم مع تكريم أوائل المتدربين. They have given to us. I thank the police academy for the provision they have made to us, the environment, the comfort, the effort they have put together to make sure that we have this cause. And finally, I have to thank the Minister of Foreign Affairs. It's been interesting. And this cause is worthwhile. D'abord, je remercie tout le peuple égyptien et son président, son excellence Abdel Fattah al-Sissi, les autorités de l'Académie de police égyptienne qui nous ont conduits tout le long de ce stage. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 144 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 107 أطنان. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 37 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 738 قضية، من بينها 180 قضية خبز ناقص الوزن و 178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 6 أطنان من الأقماح المحلية. يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من أوكرانيا. ويأتي ذلك لبحث آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وجهود الوساطة العربية لإنهاء الأزمة. ومن المقرر أن يوجه المبعوث الخاص لأوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا السفير ماكسيم صبح كلمة إلى الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس، ينتظر أن يتناول خلالها آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وجهود إنهاء تلك الأزمة. أوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده تقود تحالفا من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكريا. وأضاف أوستن خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى لاتفيا أن أي اعتداء على أي عضو في حلف الناتو بمثابة اعتداء على باقي الأعضاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
secure and transparent election. شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن القرم أرض أوكرانية وأنه لن يتخلى عنها أبدا. وأكد زيلنسكي أن بلاده لن تنسى أن السيطرة على شبه جزيرة القرم كان بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن العالم بدأ يدرك أنه كان مخطئا عام 2014 عندما قرر عدم القيام بالرد بكل قواته على سيطرة القوات الروسية على شبه جزيرة القرم. وأوضح زيلنسكي أن الحرب يجب أن تنتهي بتحرير شبه جزيرة القرم. أعلنت كييف عن مخطط روسي لربط محطة زابوريجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم. يأتي هذا في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن الدولي غدا الخميس الوضع في محطة زابوريجيا النووية التي تعرضت لبعض الأضرار نتيجة قصف تبادلت كييف وموسكو اتهامات حوله. فيما تتزايد التحذيرات من مغبة حدوث كارثة نووية في أوكرانيا، كشفت الشركة المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية إنرغواتوم أن القوات الروسية تستعد لربط محطة زابوروجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، محذرة من أن إعادة توجيه إنتاج المحطة من الكهرباء يهدد بإلحاق الضرر بها. ومحطة زابوروجيا النووية هي الأكبر في أوروبا، وقد سيطرت عليها القوات الروسية في بداية العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، وتقع بالقرب من القرم، وتضم 6 مفاعلات من أصل 15 تملكها أوكرانيا، وهي قادرة على توفير الطاقة لأربعة ملايين منزل. وبينما تبادلت كييف وموسكو اتهامات بقصفها، يناقش مجلس الأمن الدولي الخميس الوضع في محطة زابوروجيا النووية، حيث سيتلقى المجلس إحاطة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول آخر التطورات بشأن محطة الطاقة النووية التي تعرضت لبعض الأضرار نتيجة للقصف، ولكن يعتقد أن البنية التحتية الحيوية سليمة. وتثير التطورات في المحطة النووية الكبرى مخاوف العالم من تكرار كارثة مفاعل تشيرنوبيل الذي انفجر في أوكرانيا إبان العهد السوفيتي، مما أودى بحياة عشرات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر، وأحدث تلوثا إشعاعيا ضخما لم ينتهي إلى يومنا هذا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجارات التي وقعت بالقرب من منتجعات في شبه جزيرة القرم ناجمة عن انفجار سلسلة مخازن الطائرات وليس عن هجمات. وأوضح مسؤولون أن ما لا يقل عن 12 انفجار وقع في قاعدة ساكي جوية على الساحل الغربي لشبه جزيرة، وهما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. وكانت صور قد التقطتها أمس الأقمار الصناعية للقاعدة الواقعة على البحر الأسود أظهرت أن نحو 24 طائرة مقاتلة توجد على مدرج القاعدة، منها طائرات من طراز سوخوي سو 24 وسوخوي سو 30. وجهت أوكرانيا اتهاما لروسيا باستغلال موقعها في محطة للطاقة النووية استولت عليها واستهداف بلدة قريبة بهجوم صاروخي أدى إلى مقتل 13 على الأقل وإصابة كثيرين بجروح خطيرة. وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بتعريض سلامة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، المحطة الضخمة الأكبر في أوروبا، للخطر من خلال تبادل الهجمات على مقربة منها. وحتى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الجانبين على ممارسة ضبط النفس، محذرا من خطر حقيقي جدا لحدوث كارثة نووية. قال وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كابراكوف إن سفينة تجارية رست في ميناء تشورنومورسك استعدادا لتحميلها بالحبوب. وتعتبر هذه السفينة هي ثاني سفينة تصل إلى ميناء أوكراني منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وكتب الوزير على تويتر يقول إن السفينة أوسبري أس مستعدة لتصدير 30,000 طن من الذرة. اتفقت المجر وسلوفاكيا مع أوكرانيا على استئناف إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروكبا المار في الأراضي الأوكرانية في الأيام المقبلة. يأتي ذلك بينما تواصلت العمليات العسكرية الروسية في مناطق متفرقة في أوكرانيا،
وكانت شركة ترانس نفط الروسية أفادت بأن شركة أوكترانس نفط الأوكرانية قد أوقفت في الرابع من أغسطس ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب دروغبا المتوجه إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا، حيث لم يتمكن الجانب الروسي من دفع رسوم العبور لأسباب فنية تعود لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو. صرح وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك بأنه من المتوقع استئناف شحنات النفط من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى عدة دول أوروبية خلال وقت قصير من حل مشكلة مدفوعات العبور. وكانت شركة ترانس نفط الروسية المشغلة لخط الأنابيب قد أعلنت أنها أوقفت الشحنات عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب النفط دروغبا الذي يتدفق عبر أوكرانيا إلى جمهورية التشيك وسلوفيكيا والمجر. وأوضح الوزير السلوفاكي أن المدفوعات ستسدد من قبل شركة التكرير السلوفاكية سلوف نفط بعد أن اتفق الجانبان الروسي والأوكراني على الحل، مشيرا إلى أن شركة سلوف نفط مملوكة لمجموعة MOL للطاقة في المجر. أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الصين لم يكن في إمكانها أن تمنع زيارتها لتايوان. وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن أشارت بيلوسي إلى أن الصين استغلت الزيارة إلى تايوان كحجة للتصعيد في المنطقة. كما أوضحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن هدفها من زيارة تايوان كان تأكيد العلاقات الجيدة بين واشنطن وتايبي، مشيرة إلى أن زيارتها لجنوب آسيا ركزت على ضرورة مواجهة الصين. But in keeping with that, we will not allow China to isolate Taiwan. They have kept. قالت رئيسة تايوان سانغ إنغون إن جيش بلادها مصمم على الدفاع عن البلاد وعن أسلوب حياتهم الديمقراطية. وأضافت أن الجنود يقفون على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن. من جهة أخرى، نقلت وكالة تاس عن السفير الصيني لدى روسيا قوله إن الغرب يعيد السيناريو الأوكراني في قضية تايوان وأن واشنطن لعبت بورقة تايوان لاحتواء الصين. 不退缩，我们致力。 قال السفير الصيني لدى لندن إنه لا يحق لأي دولة بما فيها بريطانيا التدخل في قضايا الصين الداخلية. وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قد استدعت سفير الصين لدى لندن ليقدم تبريرا لتصرفات بكين تجاه تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. وأجرت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها بعد زيارة بيلوسي. وأوضح تراس أن المملكة المتحدة تحط الصين على حل الخلافات بالطرق السلمية دون التهديد أو استخدام القوة. أعلنت الصين أن تايوان جزء من أراضيها وأن بكين تجري تدريبات عسكرية عادية في المياه المقابلة لأراضيها بطريقة مفتوحة وشفافة ومهنية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وون بين إن الإدارات المعنية أصدرت أيضا إعلانات في الوقت المناسب بما يتماشى مع قوانين المحلية والدولية. قال الجيش الصيني إنه أكمل مهام مختلفة حول تايوان لكنه سيجري دوريات منتظمة في إشارة إلى احتمال أن ينهي مناورات حربية استمرت أياما لكن مع استمرار ضغط بكين على الجزيرة. ومددت الصين أكبر تدريبات تجريها على الإطلاق حول الجزيرة إلى ما بعد 4 أيام كانت مقررة في الأصل لهذه التدريبات ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الأسبوع الماضي. شملت تدريبات الأسبوع الماضي إطلاق صواريخ باليستية مر بعضها فوق تايبي عاصمة تايوان ومحاكاة لهجمات بحرية وجوية في الأجواء والمياه المحيطة.
رصد مراقبون نحو 20 سفينة صينية وتايوانية بالقرب من الخط الأوسط الفاصل لمضيق تايوان. يأتي هذا مع المناورات التي تجريها بكين والتي قالت إنها مستمرة حول الجزيرة، بينما تستعد تايبي لإجراء مناورات عسكرية الخميس للتدريب على التصدي لأي هجوم محتمل على الجزيرة. لا تزال تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي تلقي بظلالها على الأزمة بين تايوان والصين، حيث واصلت السفن البحرية التابعة لبكين تدريباتها قبالة السواحل الشرقية والغربية لتايوان، ومددت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة إلى ما بعد الأيام الأربعة التي كانت مقررة في الأصل، حيث تضمنت التدريبات إطلاق صواريخ باليستية مر بعضها فوق العاصمة تايبي ومحاكاة لهجمات بحرية وجوية في الأجواء والمياه المحيطة بتايوان. تسجيل مصور بثه تلفزيون الصين المركزي الحكومي أظهر طائرات مقاتلة صينية تتزود بالوقود في الجو وسفنا تابعة للبحرية، فيما قالت إنها تدريبات حول تايوان. وقالت قيادة العمليات الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني إن التدريبات ركزت على عمليات الحصار وإعادة الإمداد اللوجستي. وبينما ظلت نحو 20 سفينة تابعة للبحرية الصينية والبحرية التايوانية قريبة من الخط الفاصل لمضيق تايوان، وهو منطقة عازلة غير رسمية تفصل بين الجانبين، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن جيشها على أهبة الاستعداد للحفاظ على أمن البلاد، وإنها ستجري مناورات عسكرية الخميس للتدريب على التصدي لأي هجوم محتمل على الجزيرة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التضخم يظهر علامات على الاعتدال، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل معيشة المستهلكين أكثر يسرا. وأشار بايدن إلى أن التضخم وصل إلى الصفر بعد تقرير يظهر أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة استقر في يوليو بسبب هبوط حاد في تكلفة البنزين. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته ترى بعض الإشارات إلى أن التضخم ربما يبدأ في الاعتدال. تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 8.5% خلال يوليو من مستوى 9.1% في يونيو الماضي، وجاءت الأرقام أقل من توقعات المحللين عند 8.7%. هذا وسجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ارتفاعا ب 400 نقطة بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي. ارتفعت أسعار البيض في محلات البقالة بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة هائلة بلغت 47% في يوليو مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، ويأتي ذلك وفقا لتحليلات شركة التجزئة Information Resources. وزادت الأسعار مدفوعة بواحدة من أسوأ موجات تفشي أنفلونزا الطيور في تاريخ الولايات المتحدة، لتقضي بذلك على أكثر من 30 مليون طائر بري. وعلى الرغم من انحسار الوباء في الولايات المتحدة، فما يزال المزارعون يعيدون توطين الدواجن، الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع الأسعار في نهاية المطاف. توقع اقتصاديون ارتفاع أسعار سيارات الأجرة في طوكيو لأول مرة منذ 15 عاما، وبذلك تنضم إلى قائمة طويلة من المنتجات والخدمات التي تواجه ضغوطا تضخمية متزايدة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. ومن المقرر زيادة تعريفة بداية الرحلة بنسبة 19% والتعريفات اللاحقة بنسبة 20%، رغم أن كليهما سيغطي مسافات أطول قليلا بحسب مقترحات قدمتها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية إلى مكتب مجلس الوزراء. ذكر البنك الوطني الروماني أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا استمرت في تأجيج المشكلات المتعلقة باقتصاديات جانب العرض في بعض أسواق السلع الأساسية. وقدر البنك في تقريره عن أغسطس 2022 بشأن التضخم أن معدل التضخم السنوي المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين سيصل إلى 13.9% في ديسمبر 2022 مقارنة ب 12.5%، وهي النسبة التي توقعها تقرير التضخم الصادر في مايو 2022.
وتوقع التقرير أن يستمر معدل التضخم السنوي المعدل في الارتفاع بنهاية العام الحالي ليبلغ 11.4% في ديسمبر 2022 مقابل 10.9% في التقرير السابق. تستعد المملكة المتحدة للبدء في خطة الطوارئ في يناير المقبل بقطع التيار الكهربائي لمدة 4 أيام كجزء من خطة الطوارئ الشتوية. هذا وتفاقمت المخاوف من تقنين الوقود الشتوي عندما هددت النرويج بالحد من صادراتها إلى المملكة المتحدة وأوروبا الشتاء القادم. وأعلنت الحكومة النرويجية أيضا عن قواعد جديدة تحد من بيع الطاقة للدول الأجنبية في وقت سابق. تواجه بريطانيا في فصل الشتاء عجزا في الطاقة الكهربائية بمقدار سدس إجمالي الطلب حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة، وتعتبر الحكومة هذا الاحتمال أسوأ سيناريو معقول. وتخطط المملكة المتحدة لقطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل خلال فصل الشتاء مع استمرار أزمة نقص الغاز في عدد من دول العالم. وأكد موقع بلومبيرغ نقلا عن مسؤولين حكوميين إن المملكة المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز في يناير المقبل، من بينها قطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل، مما يؤدي إلى المزيد من التضخم، وذلك بعد إعلان روسيا وقف إمدادات الغاز. مصدر حكومي أوضح أن بريطانيا قد تضطر إلى الاعتماد بشكل متزايد على شحنات الغاز القادمة عبر خطوط الأنابيب الأوروبية، رغم أن إمداداتها ستكون ضعيفة مع تقييد روسيا للتدفقات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل معضلة بالنسبة للمملكة المتحدة التي لديها سعة تخزين محلية محدودة جدا. ويقول مسؤولون إن دول أوروبا ستواجه أزمة عويصة حسب تعبيرهم في فصل الشتاء بعدما بدأت روسيا تخفيض تدفقات الغاز. يأتي ذلك فيما دخلت خطة الغاز الطارئة للاتحاد الأوروبي التي تهدف لزيادة استعداد التكتل لاحتمال وقف إمدادات الغاز الروسية حيز التنفيذ الفترة المقبلة. وبموجب الخطة يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن يخفضوا استهلاكهم من الغاز طواعية بنسبة 15%، وذلك خلال أول من أغسطس وحتى 31 من مارس، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في نفس الفترة خلال الخمس سنوات الماضية. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية سوف يتم توفير ما مقداره 45 مليار متر مكعب من الغاز لبلوغ الهدف المحدد. نشرة التاسعة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. ترامب يرفض الإجابة عن الأسئلة في التحقيق المدني في نيويورك بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك. وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك تحقيقا بشأن الممارسات التجارية لعائلته لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بلغت في تقدير قيم عقارات. وكان ترامب قد نفى ارتكاب أي مخالفات واصفا التحقيق بأنه له دوافع سياسية. نفى البيت الأبيض علم الرئيس الأمريكي جو بايدن مسبقا بمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا. وشدد البيت الأبيض على أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل، مضيفا أن الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أن هناك طريقة واحدة فقط للتأكد تماما من أن الحرب النووية مستحيلة، وهي عدم وجود أسلحة نووية على الإطلاق. جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية المنغولية في العاصمة أولمباتور. وقال غوتيريش إن العالم بات يفكر لأول مرة منذ عقود أن الحرب النووية قد تكون ممكنة مرة أخرى.
وجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب وزارته والوكالات التابعة بإعطاء الأولوية للاستثمار في بناء نظام ردع رئيسي في الوقت الذي تسعى سول فيه لتعزيز الدفاع وسط التهديدات الأمنية الكورية الشمالية. وشدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي على أن الاستثمار الدفاعي لكوريا الجنوبية يجب أن يتم توجيهه أولا إلى بناء نظام الردع الثلاثي المحاور ومنصة قتالية تتكون من أصول عسكرية معتمدة على البشر أو ذاتية القيادة، حيث يتكون النظام الذي يهدف إلى مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية من منصة الضربة الوقائية كيل تشين. أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن تخطي الوقت الحالي الذي يوصف بأنه الأصعب الذي تمر به البلاد منذ عقود يحتاج إلى تطبيق سياسات حاسمة وفقا للقدرات والإمكانات المتاحة. وكان كيشيدا قد أجرى تعديلا وزاريا مع تغيير مسؤولين تنفيذيين في الحزب الحاكم. ويأمل كيشيدا أن تمهد هذه التعديلات الطريق أمام إدارة مستقرة طويلة الأجل لمواجهة ما وصفه بأنه أكبر تحديات في حقبة ما بعد الحرب، بدءا من تداعيات كورونا والتضخم إلى حرب روسيا في أوكرانيا والتوترات المتصاعدة عبر مضيق تايوان. اتفقت الصين وبريطانيا على استئناف رحلات الركاب المباشرة بينهما. وأشارت السفارة البريطانية في الصين إلى أن الخطوط الجوية الصينية ستوفر في البداية رحلات مباشرة، وما زال استئناف رحلات الخطوط الجوية البريطانية قيد التقدم. كانت الصين قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لأجل غير مسمى في أواخر عام 2020 بسبب مخاوف من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ 29 مهاجرا غير شرعي بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة رودس شرق بحر إيجا. وذكرت قوات خفر السواحل أن زورقين تابعين لها وسفينة تابعة للبحرية وطائرة هليكوبتر تشارك في عملية البحث عن باقي من كانوا على متن القارب، حيث أفادت بوجود نحو 80 شخصا على متن القارب المتجه إلى إيطاليا. يشار إلى أن اليونان هي نقطة دخول رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والذين يسعون إلى الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي. تطلق بريطانيا حملة لإعطاء جرعة تنشيطية من لقاحات الوقاية من شلل الأطفال في لندن لمن تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وذلك بعد أن أكدت أن الفيروس ينتشر في العاصمة لأول مرة منذ الثمانينيات. ورصدت وكالة الأمن الصحي 116 حالة لشلل الأطفال، وذلك بعد أن أصدرت تحذيرا في البداية بأنها رصدت الفيروس في يونيو. وقالت الوكالة إن مستويات الفيروس التي رصدت والتنوع الجيني يشيران إلى أنه ينتشر في عدد من أحياء لندن، وتتباين معدلات التحصين في أنحاء لندن لكنها تظل في المتوسط تحت معدل التغطية البالغ 95% الذي تقترح منظمة الصحة العالمية أنه ضروري لإبقاء شلل الأطفال تحت السيطرة. اختتمت فعاليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين. وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي إن قافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 316 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين، حيث تم إجراء عدد 77 فحصا معمليا وتم إجراء عدد 31 أشعة وسونار، كما تم إجراء عدد 49 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.
نظمت مديرية الصحة قافلة علاجية مجانية بقرية الماريناب التابعة لمركز إدفو في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ضمت القافلة 10 تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية والسونار، بالإضافة إلى توافر أكثر من 130 نوعا من العلاج بالمجان وعمل أشعة رنين مغناطيسي ومقطعية. وتم تحويل عدد من المترددين للمستشفيات التابعة للمديرية لإجراء جراحات متنوعة. احنا النهارده بننفذ القافله الطبيه في قريه المارينب التابعه لمركز ادفو، بننفذ القافله الطبيه على مدار يومين. فكره القافله الطبيه هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل ويضم 10 تخصصات طبيه مختلفه. معانا صيدليه فيها اكثر من 130 صنف بالمجان، معانا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معانا خدمه الاشعه العاديه ومعانا خدمه السونار. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها، موضحا أنه في حال وجود أي قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة فإن وزارة السياحة ملتزمة تماما بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي. شهد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بدء جني محصول الزيتون، وذلك خلال زيارته لإحدى المزارع شرق مدينة العريش. وصرح شوشة بأن المحافظة تقوم بتقديم تيسيرات كبيرة أمام المزارعين، مشيرا إلى أن هذا الموسم يبشر بمواسم زراعية جيدة خلال السنوات القادمة. وأوضح محافظ شمال سيناء أن معظم أراضي المحافظة بدأت حصاد الزيتون. احنا النهارده بنقول لاهلنا في محافظه شمال سيناء كل سنه وانتم طيبين جميعا بمناسبه بدء جمع محصول الزيتون خلال هذا العام. طبعا المحافظات الاخرى اللي هي محافظات الوادي والدلتا طبعا بيحصدوا سنويا او بنحتفل سنويا بحصاد القمح، احنا هنا في محافظه شمال سيناء بنحتفل بموسم جمع الزيتون. طبعا النهارده تعتبر أول نقلة زيتون بتطلع من محافظة شمال سيناء إلى المحافظات الأخرى وإلى المناطق اللي هي فيها عصارات الزيتون وخلافه ومصانع التخليل. يعني معظم مصانع التخليل اللي منتشرة في جمهورية مصر العربية المصدر الرئيسي لها هي محافظة شمال سيناء. الحمد لله الجو عندنا استقر وكل حاجة متوفرة، عمالة متوفرة زي ما أنت شايف حضرتك، والخير بسم الله ما شاء الله احسن من كل سنه بكثير. نشكر السيد المحافظ محافظ شمال سيناء والسيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي على توفير الكهرباء وتوفير كهرباء على قلب توفرنا المياه، واللي شايفين انتم المحصول صلاه النبي السنه هذه خير واجد عشان خاطر المياه والكهرباء متوفرين. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال وفاطمة خليل. أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر ناجي. أهلا بك إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. اختتمت بالقاهرة أعمال اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة على المستوى الفني بالتوقيع على محضر اللجنة ومذكرة تفاهم ما بين هيئتي المعارض بكلا البلدين. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السودان الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بما يخدم الطرفين. وناقشت أعمال اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة دراسة تعظيم الصادرات بالقطاعات الغذائية والزراعية، إضافة إلى سبل تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصري السوداني والمراكز التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
انتهينا الحمد لله من كل الأمور المتعلقة بحركة التبادل التجاري ما بين بلدينا. وعلى الجانب الآخر احنا بنسعى طبعا لتعظيم صادراتنا الأفريقية بشكل عام، وأكيد ان احنا بنستهدف السودان كدولة شقيقة ودولة جوار بأن هي يكون من مستهدفاتنا في زيادة الصادرات. مجرد توقيع المحضر، تم توقيع مذكرة تفاهم على هامش محضر اجتماعات اللجنة ما بين هيئتي المعارض في كل الدولتين، الغرض منها تيسير إقامة المعارض، وخاصة بالنسبة لنا إقامة المعارض في السودان لعرض المنتجات المصرية سواء منتجات نهائية أو مواد غذائية، بحيث أن احنا نفتح كثير من الأسواق، وخاصة المنتج المصري بيلاقي قبول جيد جدا من المواطن السوداني. وضع مميز في التبادل التجاري لاحتياجات مصر لسلع من السودان واحتياجات السودان لسلع من مصر وخدمات وعلاقات متطورة. احنا كحكوميين بنحاول بقدر الامكان ان نذلل العقبات لرجال الاعمال والقطاع الخاص، بحيث ان هو التبادل التجاري بين البلدين يكون اكبر من ما هو عليه الان. وقعنا اتفاقية، الاتفاقية هذه لسبل تسهيل اجراءات وتدابير التجارة الخارجية بين مصر والسودان، ونحن اتفقنا على انه نزيل كل العقبات التي تتعلق او التي تعيق التجارة الصادرات والواردات بين الدولتين. هذه التجارة، هذه الاجراءات التي تمت او الاتفاقيات التي تمت اليوم هيعمل الى ازالة العقبات وهيزيد من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية بروتوكول تعاون للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في أنشطة الوزارة. وأوضحت الوزارة أن البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكاناتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمنة بالكامل. ارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 51 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الصادرات الغذائية ارتفعت شهر أبريل من العام الحالي بحوالي 377 مليون دولار، محققة نسبة نمو في قيمة 2% مقارنة بصادرات أبريل 2021. إلى البورصة، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على تباين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي في حين ارتفع مؤشرا إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 1.150 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.540 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 9968 نقطة متراجعا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 9965 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1998 نقطة مرتفعا بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2917 نقطة مرتفعا بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و9 قروش للشراء و19 جنيه و17 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و58 قرشا للشراء و19 جنيه و66 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 23 جنيه و14 قرشا للشراء و23 جنيه و24 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و19 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع. سعر الريال السعودي وصل إلى 5 جنيهات و7 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع.
في أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب لتسجل نحو 1794 دولارا للأوقية، محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 907 جنيهات، أما عيار الذهب 21 فقد سجل نحو 1058 جنيه وهو الأكثر مبيعا. أما بالنسبة لعيار الذهب 24 فوصل سعره إلى 1209 جنيهات. بالنسبة للسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8466 جنيه. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد تراجع الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ أبريل عام 1985. أوضحت الإدارة المعلومات أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي هبط من 5,300,000 برميل إلى 464 مليون و 560 ألف برميل. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر وإيمان لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خليل. أجلت السلطات الفرنسية 8,000 شخص من منطقة جيروند بجنوب فرنسا بسبب الحرائق. من جهتها قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن الحرائق الجديدة في جنوب البلاد مفتعلة، وتجددت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا بسبب موجات الحر والجفاف التي تجتاح أوروبا، وتسببت أحدث الحرائق في فرنسا في تدمير 16 منزلا وأحرقت 6,000 هكتار من المزروعات. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. الشأن الرياضي والأخبار الرياضية لدى فاطمة، تفضلي فاطمة. شكرا إيمان، شكرا سحر، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. استقبل محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي البعثة المصرية لعبور بحر المانش للأصحاء وذوي الهمم بالورود تكريما وتشجيعا لهم، وذلك عقب وصولهم مطار الغردقة الدولي، حيث سفرت البعثة إلى مدينة فولكستون في إنجلترا ونجحت في عبور بحر المانش وتحقيق رقم جديد في عبوره في زمن 12 ساعة ودقيقتين. عقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا لتقديم البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأولمبي الذي تعاقد معه الاتحاد لقيادة أولمبي الفراعنة في الفترة المقبلة وحتى أولمبياد باريس المقرر لها صيف عام 2024 المقبل. وقال المدير الفني الجديد ميكالي خلال المؤتمر الصحفي أنه سيسعى لتحقيق إنجاز جديد والفوز بميدالية في أولمبياد باريس المقبلة، وردا على سؤاله حول ضم نجم المنتخب الأول محمد صلاح لصفوف المنتخب الأولمبي، قال ميكالي إن أي مدرب في العالم يرغب في تواجد صلاح، ولكن هناك أمور أخرى ترتبط بناديه ورغبتي هي أنني أريده من الآن.
تقام في هذه الأثناء مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي على استاد برج العرب في إطار منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. ولحساب الدوري نفسه، تعادل فريق سموحة مع ضيفه فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 30 من الدوري الممتاز. وفي مباراة أخرى من الجولة ذاتها، حسم التعادل السلبي مواجهة المقاولون العرب وسموحة. يستضيف نادي الإسماعيلي غدا الخميس فريق الاتحاد السكندري في إطار الجولة 30 من الدوري الممتاز لكرة القدم. تعد مواجهة الغد هي الظهور الرسمي الأول لمحمد عمر على رأس القيادة الفنية للأخضر السكندري، خلفا لعماد النحاس الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة. هذا ويدخل الدرويش لقاء الغد وفي رصدهم 33 نقطة، وهي نفس نقاط الفريق السكندري. فاز منتخب مصر لكرة السلة للأنسات على نظيره الجزائري بنتيجة 98-44 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أفريقيا تحت سن 18 سنة والمقامة حاليا في مدغشقر. بهذه النتيجة تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية، وينتظر الفائز من تنزانيا ومدغشقر لمواجهة غدا الخميس في الدور نصف النهائي. حققت نجمة المنتخب الوطني للناشئات مواليد 2004 لكرة اليد الفوز على منتخب أيسلندا بنتيجة 35-33، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مباريات ترتيب المركزين السابع والثامن ببطولة العالم للناشئات والتي تستضيفها مقدونيا الشمالية، ليحتل بذلك منتخبنا الوطني المركز السابع ببطولة العالم. وبهذا الفوز يصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وأفريقي يحقق أفضل ترتيب في بطولات العالم لكرة اليد للناشئات عبر التاريخ، وسط مشاركة 32 منتخبا بالتفوق على منتخب أنغولا صاحب المركز الثامن بمشاركة 16 منتخبا فقط. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رسميا إطلاق بطولة جديدة تحمل اسم دوري السوبر الأفريقي، وذلك خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد بمدينة أروشا بتنزانيا. وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي إن بطل دوري السوبر الأفريقي سيحصل على 11 مليون دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة جوائز البطولة نحو 100 مليون دولار. هذا ومن المقرر أن تنطلق البطولة الجديدة في أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريقا. وفي الكرة الأوروبية، يواجه الآن ريال مدريد الإسباني فريق إنتر أخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي والذي يقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. ويخوض الفريق الملكي اللقاء بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، أما الفريق الألماني فيشارك بصفته بطل الدوري الأوروبي. هذا ويعد اللقاء هو الأول بين الفريقين منذ 62 عاما. ودع النجم البريطاني أندي موراي منافسات بطولة كندا المفتوحة للتنس من الدور الأول بعدما تغلب عليه الأمريكي تايلر فريتز 6-1-6-3. تأهل فريتز للقاء مواطنه فرانسيس تيافوي في الدور الثاني للبطولة. كان موراي قد توج بلقب البطولة آخر مرة عام 2015 بعد أن أحرز اللقب أيضا على عامي أو في عامي 2009-2010، لكنه تلقى الهزيمة في مباراته بالدور الأول أمام فريتز والتي تأجلت لمدة يوم بسبب الأمطار في مونتريال. Thank you.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لسحر وإيمان لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. بسبب موجات الحر غير المسبوقة التي اجتاحت أوروبا هذا العام، تضررت العديد من الحيوانات والأسماك بعدة مناطق بالقارة الأوروبية. ففي وسط فرنسا أظهر مقطع فيديو نفوق الأسماك بسبب أسوأ موجة جفاف تتعرض لها البلاد، بينما أظهرت مقاطع أخرى معاناة بعض المواطنين ببلجيكا جراء الموجة الحارة. والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية وفاطمة خليل. شكرا صحة، شكرا إيمان، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة حار رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 24، اسكندرية 31 23، مطروح 30 24، بورسعيد 32 25، اسم معلية 35-24 وجوها حار. بالنسبة للسويس 35-24، العريش 33-24، طابة 37-26، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 38-30 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 41-28، أسوان 42-29، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 39-31، حلايب 34-28 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نهاية هذه الفقرة الجوية، عودة مرة أخرى لإيمان وسحر. شكرا لك فاطمة.
أمر النائب العام بحبس المتهم إسلام محمد 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل المجني عليها سلمى بهجت عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وقد كشفت التحقيقات حتى تاريخه ارتكاب المتهم للجريمة بعد ملاحقة المجني عليها لفترة هددها فيها وداويها بالإساءة لسمعتها وقتلها على إثر رفضهم خطبتها لها لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة ولشذوذ أفكاره ومعتقداته. وقد استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالاستماع إلى 11 شاهدا، وباستجواب النيابة العامة المتهم إسلام محمد أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأوضح أنه بعد رفض ذويها خطبتها إليه استمر تواصلهما ثم اختلف لمحاولته منعها من العمل أو لقاء صديقاتها بدعوى حرصه عليها، وانقطعت عن تواصلها معه بعدما اتهمته بالكفر والإلحاد لما رسمه على جسده من وشوم قرر أن قصده منها لفت الانتباه إليه. وأضاف أنه هدد المجني عليها بعد انقطاعها عنه بالإساءة إلى سمعتها وقتلها، حيث إنه في يوم 29 من شهر يونيو الماضي عزم على قتلها في الجامعة بمطوى كانت معه، ولما فشل استدعى والديه للحضور ليطلب من والدها خطبتها بعدما علم بتواجده يومئذ بالجامعة، موضحا أن والد المجني عليه رفض خطبتهما آنذاك حتى يزيل ما على جسده من وشول ويستكمل دراسته. هذا وقد تمكنت النيابة العامة من التحفظ على عدة أدلة رقمية على هاتف المتهم تؤكد تخطيطه لارتكابه الجريمة وتنفيذها والتي واجهت المتهم بها وأقر بصحتها، ومنها التهديدات المشار إليها بأقوال ذوي المجني عليها والمقاطع المرئية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي. كما تحفظت النيابة العامة على هاتف صديقة المجني عليها وصاحب الجريدة التي كانت تتدرب فيها لفحصهما. هذا وقد أودعت مصلحة الطب الشرعي تقريرها بنتيجة توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، والذي انتهى إلى جواز حدوث الوفاة من مثل التصوير الذي انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة. وبهذا الخبر انتهت نشرة الأخبار، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. مدبول يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية ويشدد على مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق. وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أن واشنطن تقود تحالفا من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكريا. رئيسة تايوان تؤكد أن جيشها على أهبة الاستعداد للدفاع عن بلادها، والجيش الصيني يكمل مهامه حول تايوان. انتهت نشرتنا، لكنها ساعة متواصلة مع حضراتكم، مع يوسف الحسين. أهلا بك يوسف. ازيكم؟ احنا هنعمل ايه في موضوع تايوان ده؟ مش هنعمل حاجة. والولد اللي قتل البنت في الشرقية مش هنعمل، يعني أنا مش فاهم وإيه اللي بيحصل في الدنيا، غريبة صح؟ أكيد عندك تعليقات على يعني تقرير النائب العام اللي وصل لنا وقريناه دلوقتي في الحلقة. هو طبعا زي أنت عارفة إيمان وصحرا، هو لا تعليق على تقرير النائب العام، هو يمكن الواحد يبقى فيه عنده الملاحظة الإنسانية بتاعت هو إحنا هننزل عيالنا من البيوت إزاي؟ يعني أنا مش قادر أتصور إنه في واحد يروح يخطب واحدة فيترفض فيقتل، ودي كده تبقى المرة التانية، هو إيه اللي بيحصل هنا؟ شيء غريب جدا، ما نقدرش نقول إنها قاعدة، ما أقدرش أقول حتى إنها ظاهرة، عارف إنها بتبقى حالة شاذة فردية. أنا اللي بقعد أفكر فيه إيه اللي في مخ الواد؟ إيه اللي في مخ الواد؟ شيء غريب جدا. وإيه اللي بيحصل في العالم؟ حرب فوق وحرب تحت، إحنا ناقصين مش كده يعني. على كل إن أزعجتكم بتصوراتي المتضاربة دي، لكن نشكركم أكيد على حسن تواصلكم. عايزين ناخد من وقتك وإن شاء الله بالتوفيق. لا أشكركم جدا، شكرا يا سحر، شكرا يا إيمان، وأستأذنكم نبدأ فقراتنا.